يعطيكم الف عافيه. حبينا نيجي اليوم نفاجئ الناس، خصوصا الناس اللي عندها مولد وعندها اطفال. بفضل جهودكم وبفضل تبرعاتكم حاولنا نخفف قدر الامكان عن ابناء شعبنا، وان شاء الله ان شاء الله ندخل السعاده الابد. كملوا معنا. طلبات الحياة الأساسية مش قادرين نوفرها، من مأكل من مشرب من أي شيء.